انبسط، عمل مسلم انبسط 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 فيها، يمكن فرح فرح. الغيرة، ما بعرف الغيرة كانت ولا شو؟ غيرة ايه اكيد. فجرت الفنانة اللبنانية مي الحريري مفاجأة حول طليقها الموسيقار الراحل ملحم بركات، حيث تحدثت عن علاقته بالفنانة اللبنانية نجوى كرم، كما تحدثت عن اعتناقه الإسلام وقت زواجها منه. حبيته بحنيته، حبيته بصدقه. وكشفت المطربة مي الحريري عن العديد من أسرار علاقتها بزوجها السابق الموسيقار اللبناني ملحم بركات، حيث أكدت أنه اعتنق الإسلام وقت زواجه منها، وقالت: كتير كان صعب علي لما غير دينه 48 ساعة ما شاف حدا وقعد بأوضته قفله. وأضافت: ملحم أسلم وقت ما كان بسوريا وتزوج سعاد اخت صباح، ولكنه ارتد عن الإسلام قبل وفاته ودفن على الطريقة المسيحية. وقد كشفت الفنانة مي الحريري أنه هي ندمت على زواجها من ملحم بركات، وقالت: على الرغم من حبي الكبير لإله، لكن لو رجع بي الزمن وكنت بهيدا النضج كنت رح أهرب ومش رح أتزوجه. أنا وهو اتطلقنا 3 مرات واستفدت من اسمه وأدخلني التاريخ. وزعمت حريري خلال حلول ضيفة ببرنامج كتاب الشهرة من تقديم الإعلام اللبناني علي ياسين على قناة الجديد أنه الفنان ملحم بركات كان على علاقة بنجوى كرم، وقالت أنه هي كانت بتلاقي النجوى عم تخرج من منزله بالسادسة صباحا، وأوضحت أنه كانوا على علاقة غرامية وفقا لتصريحاتها بالبرنامج. الرعب اللي عشته مع ملحم من الحب والخوف شوي ومن العذاب ومن